مدينة الرسان 1/12/2013. السلام عليكم. السلام عليكم. فيك تحكي لي بس شو سبب الدمار الكبير الصاير حواليك هون؟ والله مثل ما لك شايف قصف علي في ليل نهار بدقوا كتبت الهندسي والمشرفي وملوك ليل نهار القصف. يعني مثل ما شايف الدمار هاي الغرفة قدام أكل 10 غزال خلال 5 دقائق. حسنا الله ونعم الوكيل. طيب فيك تحكي لي بس شو عندكم معاناة بالرسان؟ شو عندكم شلون عايشين انتم هون؟ والله مثل ما شايف عايشين معاناة كثيرة. يعني في نقص بالدواء ونقص بالاكل ونقص بالماء تجينا ماء ملوثة. طيب شو احكي لي شو الاسعار بالرسان؟ الاسعار كلها غالية. يعني اذا جايتنا الشتوية بدنا نشتري حطب غالي، بدنا نشتري مازوت غالي. يعني مثل ما شايف الحياة صعبة، ما بدنا غير بالشوارع يشتغل ويرحل عنا. إن شاء الله. طيب شو بتحب تدعي على بشار الأسد؟ بدعي عنه يرحل عنا ويعيفنا بحالنا، لأنه والله العظيم أقسم بالله طفنا الحياة، والله العظيم. دعينا الله. يعطيك العافية. مدينة الرسان 1/12/2013، المعاناة الإنسانية بسبب القصف والحصار الخانع على مدينة الرسان.